معظم الناس يا جماعه مش عارفه موضوع الكروت اللي بتبقى اللي هي البايومتريك سكان اللي لسه قايل لكم عليها. معظم الناس مش عارفاها. فدي استراتيجيه تبني بيها اللعبه حلو. اول ما تنزل كلكم تعملوا تنزلوا اولا في نفس النقطه، هتاخدوا فلوس عشان نزلتوا في نفس النقطه، وتروح على البايومتريك سكان تعمل سكان وتروح على الفيندور خلاص معاكم فلوس. خلصت. اسرع طريقه تجيب بيها لودا. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده يا شباب هنعمل رياكت على واحد اسمه زائلو برنس. هو اسمه امير، هو شخص عربي بيعمل محتوى بالانجليزي. هنقول شويه يعني تعليقات على النقطه دي اصلا بوجه عام، وهنشوف الجيم بلاي بتاعه عامل ازاي. من غير ما اطول عليكم تعالوا ندخل على الفيديو. طب يا شباب نبدا بقى الفيديو بتاعنا باذن الله. هو نزل كنترول، هو هنا عامل 31، عامل 31 كيل، بيلعب ماوس كي. ماشي وين بيان؟ Dude, I have such a bad gun. هو في بس حاجة، في حاجة كده يا شباب. مبدئيا هو جودة الفيديو سيئة جدا، يعني جودة الفيديو سيئة جدا، واضح ان هي متاخدة من الستريم. فطبعا دي بتبقى اول نقطة. اول تعقيب، لو هتنزل فيديو على اليوتيوب يفضل يكون متسجل مش متاخد من ستريم عشان خاطر الجودة للي بيتفرج. انت بالنسبه لك على جهازك ممكن هيبقى الصوره زي الفل، انما انت لما بترفع حاجه على اليوتيوب، اليوتيوب بيعملها كومبريس يعني بيضغطها، فالجوده بتقل. حد طلع الواير على اليمين. ويمين وين؟ اي امي امي خمسة وعشرين طلع. مين اللي عامل لود اوت ده؟ بركاته على الارض، ممكن ياخدها. كاري فاكينج لود اوت. تك تك تك. دامي دامي دامي. تمام. It's one at boat. الواد ده خد طلق كتير قوي عشان يموت. Gas is moving. Yeah, nice. Good kills. Nice. لسه ما همش فلوس يجيبوا لود اوت. ممكن بقى يعملوا سكان، ودي احلى حاجه اتضافت اللي اسمها بايومتريك سكان اللي اتضافت. بتروح تعمل سكان بيطلع لك كارت. الكارت ده على حسب التصنيف بتاعه، لو برونز ما بتاخدش بركات بس بتاخد التكتيكال والليثل بتاعتك. من اول سيلفر بتاخد البركات وبيبتدي يضيف لك حاجه. اللود اوت اللي انت عامل له فيفرت، اللود اوت المفضل اللي انت مسيفه بره، بتاخد بركاته بالليثل بالتكتيكال اللي هي القنابل مثلا او السموكات والحاجات دي، كل حاجه بتبقى معاك. يعني لو لقيت صندوق لود اوت انت خلاص معاك اللود اوت بتاعك، مش محتاج تشتري لود اوت. تمام. كل درجه من درجات الكروت دي من بعد السيلفر بتاخد حاجه عليها، فيلد ابجريد، تاخد كيل ستريك. البولي اتوميك بقى ده اعلى حاجه، الكارت اللي بيبقى لونه بنفسجي ده بولي اتوميك. الكارت ده بيدي لك فلوس طبعا، وبيدي لك كل حاجه بالاضافه الى مجموعة مشتريات من الفيندور. أي فيندور في المابا، طالما بعت الكارت ده أي فيندور في المابا بيبقى ليك تقريبا خمس أو ست حاجات فري تشتريهم.
يعني ممكن تشتري 7 لود اوت ايا كان. فدي بتبقى كويسه للناس اللي بتعايزه تبني جيم. احنا مثلا متنا وباقي واحد مننا, فهرجع تاني انزل على منطقه فيها باي ستيشن, انزل اشتري لي لود اوت تاني, وكل ده ببلاش, كل ده فري طالما خدت بس الكارت ده. بالاضافه انك بتاخد سلاح محطوط فيه 8 اتاشمنت. السلاح ده بيبقى عشوائي, سلاح راندوم, ممكن يبقى SMG, ممكن يبقى AR, ممكن يبقى سنايبر. الحاجات اللي صدفت معايا حاليا هو الرام 7 والكات ام ار سنايبر وال اتش ار ام SMG. فدي استراتيجية تبني بيها اللعبة حلو. أول ما تنزل كلكم تعملوا, تنزلوا أولا في نفس النقطة هتاخدوا فلوس عشان نزلتوا في نفس النقطة, وتروح على البيومتريك سكان تعمل سكان وتروح على الفيندور, خلاص معاكم فلوس, خلصت. أسرع طريقة تجيب بيها لود اوت. Yep, right here. Hit. Hit. The eyes are there. Friendly mortar strike inbound. Let's get loaded. Yeah, MCW. Mm. Yeah. Sure. I heard the sound different. Sure. I think someone into this house. I'm not sure. Friendly loadout drops on the way. You got a loadout drop inbound. Friendly buy station inbound. Location marked. I'm pushing out. There's fighting on the prison roof. Can I see that? From far. Deployable buy station is available. They got loaded. ما كان في درون فوقي ده ولا ايه؟ This is Phoenix 2-3 visual on the target strike inbound. In fact, no choice. Enemies are dropping into the area. Watch the guys. I'm landing on you. Oh wait, roof, 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 roof. اش اش قوي. بيلعب مع بركات دلوقتي دبل تايم ماونتينير كويك فيكس ويفليكس. I was on roof, not anymore. Just to be fun. اهو بولي اتوميك كارد اهو يا شباب. لا لسه بقول لكم عليه. مرمى على الارض اهو. طبعا. One down. No, 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 not down, not down, but down the hallway. One right side, right side, right side. Round you and then down. For you, bizarre. Above, 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 above. Not. There's people below us. Went to the missile thing. Sniper. I'm getting shot. أنا معلي الكواليتي على الآخر والله. Sniper on that thing. Alright, your squad's in the safe zone. Sniper on that thing still. Confirmed. We located the rest of them. Two. And what do you want? Yeah, there's one above. Yeah, there's also people up here. On the hill. Man. Crack some. Up here, behind us. I'm going to bash him at the winch. Wesh. Maybe dead. There's 4 on the left, you're going to move. You're going to see cash from the hill. What's on you? Come down. ده هرب ولا دي وقت سنايبرز يا اوكي
ماشي. I don't see my map. Fire sale is active. Buy station prices are adjusted. Enemies dropping into the AO. Yeah, there's someone behind us. Cracked. I need to hit the armor, the ammo. I'm gonna take Zappy. وفي الغالب ان الاثنين عرب يا شباب بيتكلموا انجليزي ده بنسبه كبيره قوي. I see one. Okay, I don't know. I'm not going outside. حد تحتين. Enemy soldier incoming. Done. Easy. حد فوقي. Cracked. عش. تمام. 21 كيل. ليه يا باشا الكارت؟ بس اهو بصوا يا شباب زي ما انتم شايفين. أول لما باع الكارت. بص ليه كام مشتريات؟ 5. لي 5 حاجات فري بس اشترى بيهم يو في هات طبعا وغير الفلوس اللي معاه ومعاه سلاح 8 اتاشمنت بس عبي يا باشا بقى هيضرب ادفانسد يو في طبعا ماشي سوفي اضرب يو في مع 3 يو في كمان مع ادفانسد يو في تانية معظم الناس يا جماعه مش عارفه موضوع الكروت اللي بتبقى اللي هي البايومتريك سكان اللي لسه قايل لكم عليها معظم الناس مش عارفاها ماشي كارت اهو على ال بس كده ضرب الادفانس التاني اشترى واحدة كمان وصاحبه معاه يشتري واحدة كمان وبوكس تمام What the fuck? One close on you. دي مشكلة برضه هنعقب عليها. هو هنا هو الراجل حاطط في الباك جراوند موسيقى هادية كده بصوت واطي. الفكرة ان هو مشغل الموسيقى بتاعت اللعبة. فموسيقى اللعبة دلوقتي اشتغلت شغالة وموسيقى اللي ورا في الباك جراوند داخلة. ادي برضه يعني ايه معلومة. عايز يعمل ريلود للاس ام جي. ده منين؟ ايه اللي حصل؟ الناس جايب بوشه اصلا فوقيه من فوق خالص حلو 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 yeah he's above there is like two behind us no they're both above we can contest that if you want or 25 كيل two above one in tunnel واحد على الشمال اهو عند الواير اثنين على الشمال اهو تمام تيم وايب عش اهو بصوا مزيكه اللعبه شغاله
way. Money here. والمزيكا التانية شغالة، فبس هي دي بس النقطة شباب. هنا ممكن تجيب بريسيجن. UAV is being fueled. RTB at this time. He's cracked. هو ناقصه كام؟ 5 كيلات. Gas is closing in. Advise you head to the safe zone. You've got a lot of ground to cover. هذا واحد. Hostile airstrike near your location. هذه بريسيجن. انت معاك ماونتينير يا باشا، تفتح ليه؟ تمام. اش بيعمل ايه بقى دلوقتي يا شباب؟ عمل يعني بيرجع كده علشان خاطر يقدر يشلد ويريلود، يرجع تاني لان هو لو حظك ان هو كان مضروب وفي جوه السموك. 29 كيل، 30 نايس. واحد ده فوق بنسبة كبيرة قوي يعني. جي جي. طب يا شباب رجعنا تاني. بصوا رجالة، الراجل لعبه ديسنت يعني، مستواه كويس، تحركاته كويسة، اللوبي برضو كانت يعني شبه عيانة شوية، برضو تساعد ان انت تعمل سكور. عندي بس تعقيب كده على كام نقطة. اول نقطة، انت كواحد بتنزل محتوى على اليوتيوب ما تبقاش بتحشي داتا وخلاص. بمعنى ايه بتحشي داتا وخلاص؟ يعني مش مجرد رفع فيديوهات وخلاص. هي التشانل بتاعت الشاب لسه صغيرة، انا معاك، التشانل لسه صغيرة عادي جدا، كلنا بنبدأ لازم من نقطة، كلنا كنا في النقطة دي، بس حاول تحط اهتمام شوية. يعني الثام نيلز لو مش انت اللي بتعملها يفضل انت اللي تعملها، ما تبقاش بتكبير ثام نيلز من حد وتعملها. انا مش بقول ان هو بيكبير، انا ما اعرفش هو بيكبير ولا لا، انا بقول لو بيكبير انت اللي تعمل الثام نيلز بتاعتك. دي نقطه. النقطه الثانيه، بص يا باشا، انت شخص عربي، تمام؟ انت شخص عربي، ما تعملش محتوى بالانجليزي، لان الريتش بتاعك عمره ما هيبقى زي الريتش بتاع واحد اجنبي. انت في حاجه اسمها جيوغرافيكال، الجيوغرافيكال ده مكانك انت، اللوكيشن بتاعك منين كعربي، تمام؟ انت كعربي ليك لوكيشن، فطبيعي جدا انت مش هتستهبل اليوتيوب، ده الجوريثم انت مش هتضحك عليه. دي نصيحه انا خدتها من زميل في اليوتيوب والصراحه افادتني جدا الحمد لله. انت يا باشا عشان تخش منافسه مع حد، ما ينفعش يا باشا تخش ايه ليه المثل، في مثل كده قديم بيقول لك ما تروحش تبيع المايه في حاره السقايين. يعني انت ما تبقاش شخص مش اجنبي، مش دي لغتك الاولى، ولا انت اصلا من دوله حتى اجنبيه، وتقول ان انا هنافس معاهم. مش نافس، اليوتيوب مش هيوصلك لده من الاخر. فعشان نبقى مختصرين الكلام ده، حاول المحتوى بتاعك سواء عنوان سواء تاجز، حتى انا دخلت على التاجز بتاعتك، تاجز كلها انجليزي مش تاجز بالعربي. العنوان، التايتل بتاع الفيديو، العنوان يا باشا يبقى بالعربي، الديسكريبشن بتاعك يبقى بالعربي، لغه الفيديو تبقى بالعربي. مالكش دعوه، سيبك من بقى فكره اصل تويتش واصل ستريم، ده الرزق ده بتاع ربنا. هتلاقي حد يتفرج عليك زي ما احنا بنتفرج على ناس اجانب عادي، واحنا بنتكلم انجليزي ولا بنتكلم فرنسي ولا ايا كان، لا ما بتكلمش اللغه دي، ولكن انت بتتفرج، هو كده كده بيجي له ريتش من دول عربيه، فمش فارقه، ماشي؟ فانت حاول تركز على العرب، دي نقطة. حاول تهتم بالتاجز والحاجات دي، كل حاجة تحولها عربي، فكك بقى من الجو ده. انا نفسي كنت بعمل زيك، ما منكرش ده، لحد زي ما قلت ان في زميل اداني نصايح، وكان في طبعا الاخ ريدك ده راجل معروف الحمد لله، برضو كنت تواصلت معاه وسألته على شوية نصايح، وراجل الصراحة ما بخلش عليا بمعلومة، واداني كل النصايح اللي يقدر يوفرها لي. فعلشان بس يبقى الكلام واضح يا شباب، انت يا باشا لسه بادئ جديد، مش عيب، ودي حاجه ما تعبكش، الريتش عندك عمره ما هيبقى كبير، ولكن انت لازم تعمل اللي عليك، تنزل محتوى بشكل مستمر، الفيديو بتاعك يا باشا يكون معمول له ريكوردينج على الجهاز عندك، تسجله على الجهاز، تخش على اليوتيوب تشوف احسن اعدادات للتسجيل،
احسن سيتنجز تسجل بيها على ستريم لابس او او بي اس ستوديو على حسب انت بتستخدم ايه. لو انت شغال على جهازين مختلفين انصحك بستريم لابس، لو بتشتغل على جهاز واحد يبقى او بي اس ستوديو علشان بيبقى اخف شويه، وتسجل على نفس الجهاز او تسجل على جهاز تاني مش هتفرق. لازم يا باشا تهتم بكل التفاصيل دي، لان هي دي اللي هتكبر القناه بتاعتك مش حاجه تاني. من الاخر عشان بس نبقى واضحين يا شباب ونبقى مخلصين الكلام في النقطه دي، مفيش حاجه هتكبر القناه عندك غير ده، شغلك على الموضوع ده. تمام، دي نصايحي. حضرتك عايز تحط موسيقى في الباك جراوند، اقفل موسيقى اللعبه. اهتم بالكواليتي بتاعت الفيديو. لما تيجي ترندر الفيديو رندره 4K، حتى لو انت بتسجل على 2K او 1080 رندره 4K. انا بقولكش تخلي مساحته كبيره، لا، رندر استخدم كاب كات. انا بمنتج على كاب كات، برنامج كاب كات استخدمه، برنامج ممتاز فري وفي كميه افكتس وفي حاجات كتيره جدا فري. انت هتعوز ايه تاني؟ هتعوز ايه تاني؟ وبيطلع لك جوده صوره زي الفل، وتقدر انك تعمل اكسبورت للفيديو على 4K، واليوتيوب بيحب قوي جوده ال 4K، بيزق الفيديو لريتش تاني خالص غير ما انت متخيل. فاشتغل، دي نصايح ليك. ان شاء الله باذن الله الدنيا تكبر عندك. انا هسيب لينك الفيديو بتاع الشاب يا شباب. انا ما عنديش اي مشكله يا شباب ان اعمل رياكت على حد لسه جديد، وهدي نصايح برضو عن الحاجات دي. في شاب كان بعت لي برضو، عشان احقاقا للحق يعني، في شاب كان بعت لي قبل كده على الديسكورد فيديو وقال لي لو اعمل رياكت عليه، هو كان راجل لسه بادئ. ولكن انا ما يعني في شويه نقط كده، حتة ان انت مثلا واخد حرفيا thumbnails واخدها مفيش description مفيش اي حاجة، ممكن برضه بعمل عنه فيديو مفيش اي مشكلة، نشوف الجيم بلاي بتاعه بيقول ايه، وبإذن الله الدنيا تتظبط. ده كده كان رياكت فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يعجبكم، والشاب اتمنى يكون شافه برضه ويشوف الدنيا وياخد بالنصايح دي اذا حابب. طبعا دي حاجة راجعة لك انت، في الاخر انت حر. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب، واي حاجه عايز تعرفها سيبها تحت التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم. وباذن واحد احد يا شباب الدنيا تتظبط الفتره اللي جايه، ونبقى نوصل لاكتر من كده باذن الله، 10000 و100000 مليون ليه لا، مش حاجه صعبه على ربنا ان شاء الله. سيبوا لي اي ترشيحات انتوا عايزينها في الديسكورد، عندي في تشانل اسمها رياكشن روم، تخش يا باشا تسيب لي اللينك اللي انت عايزه، وباذن الله هعمل عليه رياكت. ده فيديو النهارده، انا مشاهده متعليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.